السيدة نزهة ثقلي. السيد الرئيس، السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني ويسعدني كثير أن أخذ الكلمة أمام مجلسنا الموقر باسم فريق التحالف الاشتراكي بهذه المناسبة التاريخية ديال مناقشة مشروع قانون الأسرة. هذا القانون الأسرة اللي جاي نصف النساء، بناتنا، خواتاتنا، زوجاتنا، ويحمي أطفالنا ويحافظ على صيانة كرامة الرجال، أبنائنا، خوتنا وأزواجنا. هذا اليوم السعيد تحقق بفضل الخطاب التاريخي ديال صاحب الجلالة ديال 10 أكتوبر 2003، وبفضل التبصر والحكمة ديال صاحب الجلالة أمير المؤمنين. وكنغتنم هذه الفرصة باش نعبر له باسم فريق التحالف الاشتراكي وثلاثة ديال الأحزاب اللي كيكونوها حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاشتراك الديمقراطي وحزب لهاد، عبارة الشكر والامتنان والتقدير على المبادرة السامية. هذا يوم كبير لأننا بالنسبة لنا هذا الإصلاح كيشكل تتويج ديال عقود ديال النضالات ديال مئات الآلاف من المناضلين والمناضلات من أجل الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والمساواة عبر الأحزاب الديمقراطية، وكذلك عبر الجمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والجمعيات النسائية، وكذلك مع وسائل الإعلام الوطنية اللي قاموا معنا بهذه المعركة. كانت حقيقة معركة عسيرة وطويلة، وهنا لابد أنني أحيي وأهني جميع المناضلين والمناضلات اللي ناضلوا من بكل القوة ديالهم من أجل الوصول ديال هذا اليوم. الوقت المحدود اللي ما مخصص لنا ما كيسمحناش مع الأسف أننا نحلوا كل المكتسبات الأساسية ديال هذا المشروع، والرفع ديال الظلم تجاه عدد كبير آلاف من النساء والأطفال ضحية الطلاق والعنف والحيف وطرد من البيت الزوجية والتعرض للتشرد وللشارع أمام قانون أعمى اللي كان كيجهل الحقوق ديال النساء. ما يمكننا إلا نعبروا بعض الأفكار عامة. أولا، أن هذا الإصلاح كيقدم واحد الخدمة كبيرة للشعب المغربي، للأسرة المغربية، للمجتمع المغربي، ولكن كذلك لكل العالم العربي والإسلامي، بإعطاء دليل للعالم بإسره أنه المساواة في الحقوق ديال النساء متلائمة 100% مع الثقافة والقيام ديال العالم العربي الإسلامي. وبذلك كتحقق حقيقة ثورة هادئة اللي حيوها كل القوات الحية ديال البلاد. شعبنا غادي يضيف واحد التاريخ، هذا التاريخ للمراحل الأساسية والمجيدة ديال بناء دولة الحق والقانون والديمقراطية من 1996، والاعتراف بالحقوق والتزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عنها دوليا إلى سبتمبر 2002، ودخول 35 امرأة لأول مرة تحت قبة هذا البرلمان، مرورا من 1998 وحكومة التناوب التوافقي، وقيام أول حملة وطنية لمحاربة العنف ضد النساء من طرف الحكومة المغربية، وكذلك إقرار خطة العمل من أجل إدماج المرأة في التنمية، ولأول مرة مقاربة شمولية لقضية المرأة، واللي لعبت دور أساسي من أجل إثارة الانتباه على استعجال ضرورة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية. ودابا وحاليا عندنا 10 أكتوبر 2003 و 16 يناير 2004 اللي غادي يكونوا إن شاء الله أيام اللي الشعب ديالنا ما عمره غادي ينساهم، اللي غادي يشكل مراجعة المدونة، واللي غادي يسمح لنا كمغاربة باش نكونوا مفتخرين بالجسور ديالنا، بالجذور ديالنا وبالقيم ديالنا الثقافيه والدينيه، ولكن كذلك مفتخرين بكوننا كنتقاسموا مع العالم باسره
قيام العدالة والمساواة بين الجنسين. بفضل هذا الإصلاح المغربيات ما غادي يبقاوش مواطنات من درجة ثانية، غادي يحصلوا على المساواة والأهلية الكاملة، وغادي ترفع عليهم إن شاء الله الوصاية. النساء والرجال غادي يشتركوا في المسؤوليات داخل البيت. النساء غادي يمكن لهم يتمتعوا بكل حقوقهم وبالصيانة ديال حقوقهم في حالة الطلاق، وكذلك غادي يتمكنوا باش ياخذوا النصيب ديالهم من المساهمة ديالهم في تراكم الأموال المتراكمة أثناء الزواج. وكذلك الأطفال اللي غادي يخلقوا في وقت الخطوبة غادي يكون عندهم الحق في أب في الاعتراف في النسب. إذن يمكن ما يمكن لي إلا نهني كل الأطفال المغاربة اللي غادي يسمحوا مع القانون الجديد، قانون الأسرة الجديد، تمتعوا بالأولوية فيما يخص حماية حقوقهم وضمان الحقوق ديالهم. وكنتمناو بانه مع اخواننا ديال اللي سبقوني كنتمناو بانه غادي يتم الاسراع بتبني المقترح قانون اللي قدموه الفريق الاشتراكي حول قانون الجنسيات. قانون الجنسيه السيد الرئيس، السيدات والساده النواب المحترمين، بعد هاد المكتسبات المهمه فيما يخص حقوق الانسان اللي حصل عليها الشعب ديالنا، يمكننا نقولوا بانه اليوم النساء والاطفال بدورهم غادي يمكن لهم انهم يتمتعوا كذلك بحقوق الانسان اللي كانت لحد الان ديالهم اللي كانت لحد الان مهضومه. هذه الحقوق اللي متعرف بها دوليا يمكننا نعتبرها بمجرد المعروف على الصعيد الكوني، واللي كتشكل من مجموعه من الاتفاقيات الدوليه بما فيها اتفاقيات القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه، اللي كنتمناو انه بعد قريب غادي يتم رفع التحفظات اللي عبر عليها المغرب في هذا الشان بعد تغيير مدونه الاسره، وكذلك اتفاقيه حقوق الطفل. فالعالم باسره الان كيحاول باش يقوم بتاهيل وضعيه النساء والخليه الاسريه، وبلادنا كذلك يعني تقوم بنفس العمليه من اجل محاولة رفع تحدي التنمية والقضاء على الفقر والأمية والتخلف. فالأسرة المغربية غتصبح أكثر استقرار، لأنه ما يمكنش نبنيو الاستقرار على الظلم أو على التمييز. والأرقام ديال المقارنة ما بين المغرب وتونس فيما يخص نسبة الطلاق تتبين لنا بأنه في المغرب كاين 16.9% ديال الطلاق مقابل فقط 6.2% في تونس، اللي كنعرفوا انه قانون الاسره فيه كيعترف اكثر بالمساواه ما بين الجنسين. ويمكن لي نقول بانه حتى الرجال المغاربه غادي يكونوا رابحين في هذا التعديل، في هذه المراجعه المدونه، لانه غادي يتخلصوا من واحد العلاقه ديال الاستبداد اللي كانت كتسجن سواء الرجل او المراه في واحد العلاقه ديال ميزان القوى، عوض ما تلاقيهم في واحد العلاقه ديال الموده والرحمه والتعاون والتكامل. بلا ما نذكروا كذلك بانه الاباء غادي يمكن لهم يكونوا مطمئنين على الامن والاستقرار ديال اسرهم وديال اطفالهم، وبالاخص على بناتهم، لانه هذا مكتسب كبير بالنسبه لشعبنا اننا تكون عندنا لاول مره مدونه ديمقراطيه اللي كتناقش من طرف ممثلين الامه على اساس مشروع اللي قدمته الحكومه. هذا المشروع اللي قدمته الحكومه بدوره ترجمه ديال التوجيهات الملكيه الساميه اللي خداها صاحب الجلاله من التوصيات والعمل ديال اللجنه الاستشاريه الملكيه اللي خدمت خلال شهور طويله واللي استشرت مع كل مكونات ديال المجتمع. وما يمكن لينا الا نحيي كذلك اللجنه الاستشاريه الملكيه على العمل اللي قامت به، ونقول بانه هذا العمل اللي احنا قريبين اننا نتبناوه ان شاء الله كيشكل اللب ديال كل هذا المخاض العسير. اذا هذا مشروع قوي اللي غادي يسمح للمجتمع ديالنا ككل انه يتقوى وانه يمشي الى الامام.
وهنا ما يمكن لي الا كذلك نحيي المجهودات ديال الحكومه والتعاون اللي عبرت عليه من خلال المناقشه ديال هذا القانون. ويمكن لي نقول بانه الفريق ديالنا عملنا بكل الحماس وبكل الاقتناع في المناقشه ديال المشروع ودفاع على صيانه المشروع، وساهمنا بتقديم كذلك تعديلات من اجل اننا نحسنوه واننا نقربوا اكثر من الروح ديال الخطاب الملكي اللي كيشكل بالنسبه لنا خطاب اساسي اللي كان نساندوه بدون اي تحفظ، وساندنا الفكره ديال جعل من الخطاب الملكي ديباجه ديال المشروع الجديد للقانون الاسره. اذا غادي نعملوا من اجل تحقيق كل التدابير المرافقه الضروريه للنجاح الكامل ديال هذه الورشه الكبيره ديال مراجعه المدونه عبر اشراك القضاء وتحسيسه من اجل الثقافه الجديده ديال مدونه الاسره وانشاء اقسام الاسره في المحاكم الابتدائيه، وكذلك الاسراع بمشروع صندوق التكافل، وبالاخص كذلك القيام بحمله تحسيسيه واسعه اللي كتستهدف كل اعضاء المجتمع عبر المدارس والثانويات ووسائل الاعلام، باش في كل مدينه وكل قريه وكل دوار كل واحد يوعى مزيان بالثقافه الجديده ديال المدونه، ومن اجل اننا نعيدوا الاعتبار ونعيدوا العنايه لاخواتنا في العالم القروي، وكذلك اخواتنا في الاحياء الهامشيه ديال المدن، باش نستطيعوا جميع اننا نتغلبوا على الفقر والاميه والتهميش وندمجوهم كاملا في التنميه ديال البلاد. سيد الرئيس، سيدة وسيدات النواب المحترمين، سادة الوزراء، كنظن بانه المقاربه ديال تركيز التنميه على القضيه ديال تكافؤ الفرص بين المدن والقرى والاغنياء والضعفاء، ولكن كذلك بين النساء والرجال، هي احسن وسيله للتغلب على جميع الافات اللي كيواجهها المجتمع ديالنا، ولانجاح المشروع المجتمعي اللي كنطمحوا له بقوه، مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي تقدمي، ونتصدوا لكل محاولات الرجوع الى الوراء ببلادنا. معلوم غادي نصوتوا في صالح هذا المشروع كما عدل. هذا المشروع اللي هو مشكل من 400 ماده، واللي هو ماشي سهل، واللي هو قابل للتحسين، وكيبقى بالتالي وحنا كنلتزموا اننا غادي نبقاو مجندين من اجل انجاح هذا الاصلاح كاملا، وما يمكن له هذا الاصلاح الا يرجع على بلادنا بالخير وبالازدهار وبالتنميه ان شاء الله. وشكرا على حسن استماعكم. شكرا للسيده نزهه سقلي.